لم تعد الصواريخ والقنابل في هذه الأيام الخطر الوحيد الذي يهدد سكان غزة، لأن عمليات القصف المتوالية في أسبوعها الثالث أفرزت جملة من المخاطر التي لا تقل درجتها عن الأسلحة وما تسببه من دمار. ولعل من بين أبرز التهديدات التي نتجت عن عمليات القصف هو الشح الكبير في مياه الشرب، حيث يلجأ السكان بسبب ذلك إلى شرب مياه من الآبار وغيرها من بدائل تحوي نسبة تلوث يصفها الخبراء بالعالية، على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة والسلطات الصحية في غزة من تبعات ذلك. والمية هذه هي أصلاً الحياة كلها، فيش إنسان بيقدر يقعد من دون مية، لو مالحة لو حلوة برضو عادي، فيش إنسان بيقدر يقعد من دون مية. نيجي بناخدنا هالجنيتين هالثلاثة بنيجي منعبيهم مية بنرجع بنلاقيها مالحة. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أكدت إن نقص المياه في قطاع غزة أصبح مسألة حياة وموت، وحذرت أيضاً من خطورة انتشار الأمراض المنقولة، خصوصاً مع انقطاع الكهرباء الذي ساعد في نقص إمدادات المياه. وشددت الأمم المتحدة على الحاجة إلى إدخال شاحنات الوقود إلى غزة بأسرع وقت ممكن، لأن عدم إدخالها يعني عدم توفير مياه للشرب. وفي ظل الوضع الأمني الراهن وتأخر الإمدادات، يواجه الآلاف خطر الجفاف الحاد وما سينتج عنه من تداعيات صحية على الأطفال والنساء والحوامل منهن على وجه الخصوص. وقد يجد البعض في فتح معبر رفح ودخول بعض الدفعات من المساعدات ومواد الإغاثة بارقة أمل لتدارك الوضع، لكن ذلك ليس كافياً بحسب السكان المحليين لإنقاذ المدنيين من التهديدات التي تزداد وتيرتها مع كل ساعة تمضي وهم تحت القصف اليومي.